الصحفية الزميلة ديالكم أسماء الحلاوي اللي كانت ضحية ديال الاعتداء الجنسي والتجارة في البشر فيما يعرف بملف توفيق بوعشرين، الصحفي مدير جريدة أخبار اليوم، وفاتها المنية هذا الصباح وهي تاليد مولودها بإحدى المصحات بالدار البيضاء. حر التعازي لأسرتها، لزوجها، لكل أصدقائها وصديقاتها، لهيئة الدفاع، للسيدة رئيسة جمعية حقوق الضحايا وأعضاء مكتبها، ولكل الزملاء في المجال الصحفي سواء بالدار البيضاء أو خارج الدار البيضاء. الظروف ديال الوفاة مازال ما معروفاش، لذلك الزوج ديالها والأسرة ديالها طلبوا باش يتعمل تشريح طبي تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. الآن حضروا الجثة، هي كاينة عند مستودع الأبوات، والعمل ديال الناس اللي مختصين بالمسائل راه تيقوموا بها. اللي يحز في النفس هو أن أسماء تغادرنا إلى دار البقاء، وهي التي كانت لها الشجاعة والجرأة في فضح وطرح قضية ما يسمى بالعميل في الاعتداءات الجنسية، وقضية الاغتصاب، وقضية الاتجار في البشر في ملف أريد له من طرف قلة قليلة أن يعطوه أبعاد غير الأبعاد الحقيقية له. اليوم هذا الملف حاز قوة الشيء المقدبي الصباح النهائي على مستوى محكمة النقد. السيدة كتمشي لدار البقاء وهي لم تقم بتنفيذ ملفها، ولم تكن أي عناية بها لا من طرف المؤسسات الحقوقية ولا ديال الدولة، وهذا عيب وعار على الدولة المغربية وعلى الحكومة المغربية وعلى المؤسسات الوسائطية في الوقت الذي ينعم فيه المتهم بكل الحقوق دياله وزيادة بالمؤسسة السجنية هنا بالدار البيضاء. فنقول للروح ديال أسماء أننا لن نتخلى عن كل ما طالبنا به، سواء مسائل ديالها المادية أو المعنوية أو جبر الخطر لها ولأسرتها ولزوجها. فلذلك أنا كنقول لمن تهجم عليها، لأنه الدفاع ديال توفيق بوعشرين وبالخصوص النقيب زيان اللي تهجم عليها ما مرة، وانتم كنتوا حاضرين وعينتي أخي يوسف هذا الشيء شحال من مرة أثناء المحاكمة ديالها في المحاكمة ديال توفيق بوعشرين، كانت أمور كتم لا تشرف، وعلى كل حال كانت خدات فيها إجراءات ومساطر، ولكن أن يكون هو موضوع محاكمة ويتهجم عليها بمدينة الرباط وقال اتصلت بي وهي حامل وقلت له دير اللي فيك فيه وخلي لما إن شاء الله توضعي، مشات عند الله ولم تأخذ حقها. فلذلك أنا كنقول لهذا السيد نقيب زيان، إذا كتخاف الله اعتذر لهذه السيدة، راه مشات عند الله وعند ربكم تختصمون، عند ربكم تختصمون. اللي غيمكن نقول على أنه لروحها السلام، كانت جريئة شجاعة، اللهم ارزق زوجها الصبر وأسرتها وأصدقائها وجيرانها وكل الصحفيين اللي هما زملاء ديال الأخ مبارك والأخت أسماء الله يرحمها، الله يرزقهم الصبر. هذا ما يكون.